السلام عليكم. كم موقع بويا فهذه اليوم يمكن هذا نغتيني يجل الإفادة باش تزومي سلع الرأي العام الساكنة مع من يثيو ذم دي الحل كالمؤسسة التعليمية نهاني ذا قعزان دي الاحتجاج يتبقى مكني على حساب التوقيت يتوغى ذوم الجين التوقيت وذوم يعجب لأن ذو سوون دي تسمى جيجن ذولو في تسمى قاسية سغدر ثيني ديجن كلمة قول نسين نمش تورا مكني ولقى المظهرة بكي التوقيت نسين شيني إذن يتوغى ذوم الجين وانا رح تعجب شيني إن كان سموني حرمة نهارس تلاميذ المنع القي إذا ما سموني حرمة نص غبارة نقال مظهرة قسم اللي إن ساعته لا وهذا نقص نسي في شيء نخون شيء التوقيت توقيت نقال غص ما حد سوق توقيت الصباح صديق دالي اللي سوق توقيت عشية توقيت غص ما حد نقال سوق نفس الحل انت ذي في منيا زمنيا والناس مش ذي زمنيا والناس راح يعاشوا الناس السلام عليكم. معكم موقع بويا فهاني. بغيت ناخذ من عندك واحد الكلمه. انت كمناضله الله يصلحك على حساب التوقيت اللي خذيتو دابا باش تشرح لنا الراي العام باش يعرفوا فين وصلتوا في الحوار ديالكم. تفضل الاخ. السلام عليكم. مشينا من قال المظاهره وانا في مطالب حقوق تقبل المؤسسه ديال شهلك من كحصه تخطيط ان في تسال التلاميذ ان شلون قصدك ويعزون ويعزون باش يدير ديك اللي اريني انت على نغم كلاسه ولكن مخطوره من قال حافي ساعه الواوا مشي السواد نوفا ايش استعمل الزمان فيه من يوم 14 ونص زي وأزي هنايا أزدا ميزي شنو كان أحلامي بعدا وزن مرفوع أزدا ميزي لنا تصل محاكم وزن حسني على رأي العام توقيت في الجيم زي الصباح المجموع صباح مزوع أصافي تلقى هنا ونص يعني أنتو في تدات أصفى أصافي فوش إذا أزدني نت غنرسل شحاغة ومن توقيت الإفطار إفطار عن خساعة دفو يعني غان غازي ساعة التوسط الخروج غان التالي متما غا 6 ونص غا 6 غا 6 وغادي نبص سالك 6 ونص صافي عاد نزيد لك الساعة مشيت غانا سوا 6 الحمد لله اللي وقع راسي وبارك الله فيك إفادة الشكاية كما تسالوا الله يجزيك بسم الله مرعين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة للتوقيت رانا احترمنا 8 الساعة ديال التلاميذ. أنت كحارس العام نعم دابا هذا الشيء اللي وقع
التغيير ديال التوقيت واش انت موافق مع هاد الشمعات؟ هذا التوقيت راه دارته الاكاديميه، راه التوقيت المسؤوليه الاكاديميه. حنا درنا اجتماع مجلس الدي بي، ولكن انتم كنتوا مع التسعود حتى 12:30. نعم. من 2:30 حتى 6:30 حتى شي مشكل. الاداره في اي توقيت، ولكن دابا التلاميذ كيقول لك دابا وقع التغيير، تسمى على حسب الاتفاق. حتى شي تغيير، كان ازاحه ديال واحد نص ساعه فقط. نص ساعه. بارك الله فيك، ما كان مشكل. الشين دواني غانغ الحارس العام بوسين بوسين، ما كانش كان الحارس دواني مثل السي فريد، وكاري شتاس السيد الحارس العام دوال الحارس العام غان غدا ديفويا فاز الاعداديه والنواه في السن في السن. اذن تحيه تام قران، نتمنى اذن اذن مسيره موفقه السيد الحارس العام. كاري شتاس، السلام عليكم. وعليكم السلام.